كابتن علي، اخيرا شايف مباراه الاهلي والترجي القادمه ازاي؟ خاصه يعني ان شاء الله الاهلي بيسعى لحصد البطوله العاشره الافريقيه بالنسبه للنادي الاهلي. والله اكون صريح معك، هو ماتش متكافئ الى حد كبير، يعني فريقين ربما من اكثر الفرق فوزا بالبطوله دي في السنوات الاخيره. الترجي يبقى هو الترجي، يعني انا اتفرجت شويه على ماتشه امام بلوزداد الجزائري، طبعا هو خسر هناك 2-0 وبعدين رجع وفاز 2-0 وفاز بركلات الترجيح. عنده عناصر كويسه، يمكن طبعا فاروق بن مصطفى حارس المرمى، ايضا الحارس الاحتياطي بن شريفيه، حمدي النجاز اللي كان ظهير ايمن في نادي الزمالك، خالد الشمام طبعا مدافع دولي تونسي، انيس بدري، غيلان الشعلالي، محمد علي بن رمضان، اللاعب الليبي الممتاز جدا حمدو الهوني، اللاعب الوسط المالي كوليبالي ممتاز جدا ايضا في خط الوسط، والمهاجم الغاني باسيت. انا اعتقد انه فريق الترجي فريق محترم جدا. كون في مباراتين رايح جاي كابتن اسامه، انا اعتقد انه الحظوظ دائما بتكون متكافئه مع ربما افضليه بالنسبه لنادي الاهلي. يعني نشوف ثبات التشكيله ما شاء الله، يعني بالنسبه للنادي الاهلي الحارس الكبير محمود الشناوي، محمد هاني، بدر بانون، ياسر ابراهيم، طبعا رامي ربيعه، ايمن اشرف اللي بيلعب دلوقتي لانه ايضا علي معلول في الفتره الاخيره ربما على مستوى الاصابه، محمد مجدي افشه، طبعا اللعيب اللي ربما كثير من الناس ما بيشعروش بدوره اللي هو اليو ديانج لعيب مهم جدا في خط الوسط، عمرو السوليه، طبعا حسين الشحات اللي انا شخصيا بتمنى يرجع، حسين الشحات اللي نعرفه كلنا لانه حسين الشحات حاجه كبيره جدا في كره القدم، وربنا ربنا ربنا يديله على قد نياته. محمد شريف وصلاح محسن، يعني الكوكتيل اللي فيه الشباب وفيه الموهبه وفيه يعني غريزه انك تسجل الاهداف من اكثر الطرق. انا اعتقد انه ماتش متكافئ جدا كابتن اسامه، هو بعطي شخصيا ربما افضليه ولكن مش كبيره يعني لفريق النادي الاهلي، لانه دائما النادي الاهلي عنده القدره على التعامل مع ظروف المباريات وخاصه المباريات المهمه جدا. واحنا نتمنى ان شاء الله التوفيق للاعبي النادي الاهلي، وانا اتفق معاك يا كابتن علي انها تكون مباراه متكافئه 50-50 ما بين الاهلي والترجي، وهي هتكون مباراه صعبه. كابتن علي سعيد الكعبي المعلق الرياضي الشهير في الوطن العربي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا.